إلى زيمبابوي، حيث أعلن أن النائب السابق للرئيس المستقيل روبرت موغابي سيؤدي اليمين الرئيس للبلاد يوم الجمعة المقبل. وكان الرئيس موغابي الذي حكم زيمبابوي بقبضة من حديد على امتداد 37 عاما قد قدم استقالته في مشهد بدا شبيها بما عاشته المدن العربية في عام 2011. لحظات إفريقية تشبه في شكلها ربيع العرب. ففي خطاب مكتوب قرئ في البرلمان استقال رئيس زيمبابوي روبرت موغابي لينتهي عهد الرئيس الأكبر والأقدم ذات 37 عاما في الحكم. موغابي الذي قال يوما إن الإله وحده هو من يمكن إزاحته من منصبه أطاحه جيش البلاد. ضغط عسكري صاحبه احتفاء شعبيا بعد أن كسر حاجز الخوف. هكذا وجدوا أنفسهم أحرارا خلال أسبوع واحد. خرج الزيمبابويون منذ أيام رافعين مطلب ارحل، واليوم يحتفلون ببدء عصر جديد لبلادهم. فما عانوا لأكثر من عقدين من أزمات اقتصادية خانقة ومتفاقمة جعلهم متفائلين بمستقبل بلادهم حتى وإن كان لا يزال غامضا. مستقبل البلاد القصير قد يبدو معروفا وفقا للدستور، إذ يشير دستور زيمبابوي إلى أن من سيخلف الرئيس هو نائبه الحالي فليكيزيلا موفوكو المعروف بتأييده لزوجة موغابي، لكنه يعتقد أنه غير موجود في البلاد. سيناريو آخر قد يكون في انتظار المشهد السياسي الزيمبابوي إذا ما ترشح نائب الرئيس السابق إمرسون منانغاغوا. فالحزب الزيمبابوي الوطني الإفريقي الحاكم نسج خيوط هذا السيناريو قبل أيام من استقالة موغابي الرسمية. هؤلاء يتحدثون عن نصر كبير تحقق ومستقبل واعد في انتظارهم، لكن استمرار روح الوحدة والحرية في زيمبابوي في ظل نظام جديد لا يمكن أن تتخطى الآمال إلى اليقين في هذه المرحلة.